بقى، انا طالعه من محكمه، انا جايه من محكمه. كل الامهات عارفين ان احنا بنخرج عن شعورنا غصب عننا. الامهات اكتر ناس هتحس بالموضوع مهما نداري عنهم، مهما نطلع. واحب اطلع تيك توك ارفع عن نفسي واعمل غنى في نفس الموقف اللي انا فيه. احنا كشعب مصري بقينا خلاص كلنا اغلبنا بنضحك ونعيط، نعيط ونضحك، ده الطبيعي. انا جايه براءه دلوقتي من التهمه. لحد دلوقتي تقرير الخبير طلع ان الامضاء احنا ذبحنا ولا لا يا ولاد؟ مش ذبحنا، جبنا خروف وذبحناه. ان التقرير طلع سليم، كلنا ذبحنا وانبسطنا. ويا جماعه التقرير طلع هي رجعت تاني للخبره. في معلومه ما اعرفش هيفهمها المحامين ولا لا، معلومه جديده، ان هي ما رجعت تاني للخبراء، رجعت تاني بعد تقرير الخبيرة ما طلع سليم وضاغط بكل عقود المسجلة اللي هو ما طعنش عليها بالتزوير، طعن بس على 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 عقد الشقة، ما طعنش على ولا عقد مسجل برغم ان هو نفس التوقيع. في معلومة انا عرفتها لسه من محامي النهاردة، قلت له هي طب انا عايز افهم هي رجعت تاني خبراء ليه؟ قال لي عشان هم شككوا في تقرير الخبير. قلت له ازاي؟ طب شككوا ليه وفي كذا عقد مسجل بنفس الامضاء؟ قال له الخبيره استندت على العقد اللي كلكم مستنفعين منه، اللي كلكم بتقروا بيه، واخدته وراحت محضر التصديق وبصت على باقي العقود لقيتهم كلهم امضاء واحد. قلت له طب هم حتى لو شككوا ده باقي العقود، قلت له شككوا ازاي؟ تخيل يا استاذ شككوا ازاي؟ ده موضوع اول مره اقوله النهارده. ردوا البطلان بتاع عقد، عملوا ردوا بطلان على عقد الجراج، عقد الجراج بقى العقار التاني مش الشقة يعني، كمان الفلوس اللي احنا بناكل منها عيش واللي احنا بنتربى كلنا يعني كلنا بناخد، حتى ولادها عملوا ردوا بطلان بس مش مكتملة الأركان، يعني احنا ورثة اختارت ولادها بس. جوجي ممكن تعملي سايلنت التليفون. اختارت ولادها بس، يعني عملت دعوة غير متكاملة واتشطبت ورفعت بيها باب مرافعة عشان تشكك في التقرير وهي مشطوبة. يعني انا هجيب الشطب كمان، يعني هي شككت في تقرير بدعوة مشطوبة واتحطت، يعني مشطوبة سيف يوم 14 مثلا، وهي رفعت بيها باب مرافعة وهي مشطوبة، هي جابتها وهي مرفوعة وما جابتش ما يفيد شطبها عشان تشكك في تقرير الخبير اللي هو طالع سليم. فطبعا كل ده هيتعرض قدام الخبراء، ان التقرير بتاع الخبيره الأرنية سليمه مش مضاغه على عقد مبطول، بل بالعكس دي دعوه معموله تمس معاكي عقد رسمي بالشقه، رسمي مسجل استاذ وائل، وهي معاها صوره ضوئيه وبتقول ان انا معايا الصوره الضوئيه اللي معاها بدون بتقول ان الشقه ملكها هي وولادها. حد يعمل سايلنت يا ولاد، معلش انا دوشه ولاد وزحمه واصحابهم ودروس. بتقول ان الشقه ملكها هي ولادها. طب هي مطلقه من 2004 ومعاها عقد زي ده، ما طلبتش ليه وائل بيه؟ خاصه انه اتجوز في الشقه وخلف في الشقه. وليه جيتي في 2016؟ ليه جيتي معايا في 2016 في النيابه الحزبيه في محضر جرد التركه وجايبه منها صوره رسميه اتقدمت قدام المحكمه ان الشقه ملك الوائل؟ ده سؤال محير جميع محامين مصر.